أحسن الله إليكم. تقول في سؤال آخر: أكثر الناس في عيد الفطر يذهبون إلى القبور، وكل يعمد إلى قبر معين فيرشه بالماء ويضع عليه الزهور ويستخدم البخور، ثم يسأل صاحب القبر حاجته ويطلب منه المنفعة، فما حكم ذلك؟ هذا من عقائد الجاهلية الذين يتعلقون بالأموات والأضرحة ويستغيثون بالأموات في قبورهم، هذه عقيدة الجاهلية، كما قال تعالى عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. التعلق بالأموات والاستغاثة بهم ودعاؤهم وطلب الحوائج منهم هذا شرك أكبر، يخرج من الملة ويناقض لا إله إلا الله ويبطلها، حتى يتوب الإنسان من هذا العمل ويخلص الدعاء والعبادة والاستغاثة وجميع أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى ليكون مسلما ولا يكون من المشركين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فهذا العمل الذي يعملونه سواء في يوم العيد أو في غيره شرك بالله عز وجل، ولا يجوز وضع الأكاليل والزهور على القبور، لأن يعني هذا من تعظيم القبور والغلو فيها، ولا يجوز أيضا رشها بالماء أو بالطيب أو بالبخور، كل هذا من المحرمات وهو من وسائل الشرك وأسباب الشرك. وإنما المشروع في زيارة القبور أن يسلم على المسلمين منهم وأن يدعو لهم بالمغفرة والرحمة ويعتبر بحالة الأموات ويتذكر مصيره ومآله فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وليس لزيارة القبور وقت محدد كيوم العيد أو يوم الجمعة، وإنما شرعت زيارة القبور في سائر الأيام حسب ما يتيسر للإنسان للعظة والذكرى والاستغفار والدعاء للأموات بالرحمة والمغفرة، هذا هو المشروع. وأما هذه العوائد الجاهلية والأفعال الشركية فإنها يجب تركها ومحاربتها والنهي عنها، ومنع الذي له قدرة على المنع يمنع هؤلاء من هذا العمل لأنه شرك بالله عز وجل، والذي ليس له قدرة يبين لهم وينصحهم لعل الله أن يهدي من يشاء. نعم.